على تنظيم دوري رمضان في كرة القدم خلال شهر رمضان الأبرك. خلال شهر رمضان الأبرك والذي ترحيب للنفوس قبل نيل الكؤوس، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى المباراة النهائية التي ستحدد اليوم الفائز بلقب الدورة الأولى، والتي ستجمع بين الفريقين فريق نجوم بوعك وفريق شباب المستقبل. سنستمع لحظة إلى تحية العالم على نغمات النشيد الوطني. ¡Gracias!
Hey!
ايوه العربه
جمال لا بد لنا ان نوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه التظاهرة الرياضية، واخص بالذكر اعضاء الجمعية المنظمة جمعية الخير للتنمية والتعاون، وكذا اشكر اللجنة الصاهرة على حسن سير هذا الدوري، كما اشكر اعضاء الجماعة بوعر واخص بالذكر على رأسهم السيد محمد تحتوح رئيس الجماعة. دون ان انسى ممثلي وسائل الاعلام خاصة موقع الريفينو. ايها الاخوة الكرام، ننتقل الى مراسيم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة. في البداية سيتم تسليم شواهد تقديرية وميداليات رمزية للسادة الحكام، فليتفضل السيد جمال محموح مشكورا يسلمها له السيد خالد بودوسر، فليتفضل مشكورا. يتفضل السيد مساعد الحكم مرزوق بن طالب، فليتفضل مشكورا. يسلمها له السيد بوزيان السباعي، فليتفضل مشكورا. شكرا سي زياد. سي منير لوكساني كذلك مساعد الحكم، فليتفضل مشكورا. ينوب عليه محمد القموش، يسلمها له عفوا سي محمد القموش. شكرا سي محمد. مساعد الحكم سي يونس الوكساني، سي بوخريشان الحاج بوخريشان. يا حرام هكا بسم الله يا اخي صحتك.
الخامسة المخصصة للحكام للسيد عدنان حدوشي ينوب عنه السي محمد بكير، فليتفضل مشكورا. ليتفضل مشكورا. الجائزة الفردية لأحسن لاعب خنوجة من الفريق النجم الساحلي، فليتفضل مشكورة. يسلمها له حسن السباعي، فليتفضل مشكورة. يسلمها له السي مصطفى بودواس الرئيس جمعية الخير للتنمية والتعاون فريق إخوان القليعة. إخوان القليعة يسلمها لهم السيد البشير، فليتفضل مشكورا. السيد البشير هي الدورة التظاهرية فريق، فليتفضل مشكورا. تفضل مشكورا. والحاج بخريشان فليتفضل مشكورا. السي بومدين ليسلم الكأس للفريق الثالث. هذه الدورة التظاهرية شباب المستقبل، فليتفضلوا مشكورا. فليتفضل السي حسين بوعناني مشكورة، والسي ميمون بودواسر عضو في جمعية الخير للتنمية والتعاون، حسن بودواسر من أعضاء ومشجعي جمعية الخير للتنمية والتعاون. فليتفضل السي محمد الغازي ليسلم الكأس للفريق. فليتفضل السي عمر. الفائز في هذه الدورة التظاهرية فريق نجوم بارد، كما نتمنى للسي ميمون السالمي بالشفاء العاجل.
فليتفضل الإخوة. صحة صحة والراحة ياك. كأس تتويجي لفريق نجوم بوعك و بارك فيكم، تشكرك نوم التصخ التظاهرية داخل الجيم، تشجع معنا الشباب الناغم بوعاك يحتاجنا التصخ التظاهرية، باش هاد هاني لعاب تيران بالون، تشكرك نوم التصخ الجني الجن الحمولي. جي نديت حموتو نزيد شعري حموتو ثان، أما شباب كيبوني التقسان، أما شي مار الطاون تشار شي نزوج فوربو، أني راه بالون، الشباب يدي قعدنا شو يوسف يجو لعاب قتوالة إيرا فوربو يكمل، بعتي كمل رمضان يكمل تاتي راه بالون، شي نزوج فوربو الشباب يدي تقعد ماشي قصة فين مغاه، نزوج فوربو إن شاء الله خير مغرب حاماني تو غير هو حاني راه بالون دوني انت قصار جاري حرام دوينا انت الشباب قد قاعد انت ضياع دوني انت الله مولدين شكرا فينو عفوا موقعنا ريفينو ونشين يعني غاذن انت شباب غاسني جن الحماس يعني ذي قمشا النس تخسن اذ قاعد نس المنطقة نسن ذي جن المرتبة راقية وجمع عن الشباب مشا اذ كان تظاهرات رياضية وشنوتينا مش تورام وكذلك غانغ دانيتاغ مواهب ذي كرة القدم ذي منطقة ينبوعاق نشين نتمنى زي المسؤولين نتمنى زي جميع الجهات المعنية مشاغ أذقن عين الاعتبار ثامشن تنبوعاق خصوصا توس دقيج الجو يعني ذا صبحان خل بوحايرا يمارتشيكا نتمنى الزيسن أذن غقن دانيتاغ إيج الملعب مشاغ أسني وفار يعني الشباب المواهب أطفون تجيج المستوى هذا سبحان وكذلك نشكر الموقع عارفينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الشين جمعية اللي هنأسس عنقشان مصطفى قدوسف رئيس جمعية الخير للتنمية والتعاون الجمعية شعان واحد يلا هنتحصل الوصل النهائي لشعان ثلاثة من لشعان أربعة ونبدا نسجن نبدا لقاءات الجمعيه نجاج لقاء تواصلي وانا نبدا التظاهريه الرياضيه دوري رمضان شاش ندايس 10 فروق كل فريق ما يقارب 100 كل فريق دايس 12 لاعب 12 دي 10 120 لاعب اول دوري للجمعيه والدورية نقص الشعار تحت الشعار رياضة